بكم من جديد. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سرعة إنهاء حزمة القوانين وتشريعات المحال إليها خلال شهر من الآن. وخلال اجتماعه الأول مع هذه اللجنة منذ تشكيلها، تحدث الرئيس عن أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من التشريعات خلال الأيام القليلة المقبلة. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، حيث يلقي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية بمشاركة أكثر من 30 وزيرا للخارجية وممثلي نحو 20 منظمة إقليمية ودولية. ينتظر أن يشهد المؤتمر والذي يعقد بالقاهرة إعلان المشاركين عن تعهداتهم المالية للمساهمة في إعادة أعمار القطاع الذي دمرته إسرائيل في عدوانها الأخير، والذي أسفر عن خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن سقوط مئات الشهداء. قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن هناك خطة لدمج فئات الشعب ولربطهم بالمشروعات القومية، والإعلان قريبا عن سلسلة من المشروعات لاستصلاح الأراضي وتملكها للشباب وإقامة مشروعات صغيرة. قال محلب في تصريحات صحفية إن تحيز الحكومة للفقراء أمر بديهي ولا يحتاج لمزايدات، وإن هناك خطة لرفع العبء عن كاهل المواطن الذي عانى على مدار سنوات. أوضح أن خطة التنمية بدأت بتطوير البنية التحتية ورصف الطرق لربط جميع محافظات مصر بالمناطق الصحراوية الجديدة. بدأت فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو بمطرانية السادس من أكتوبر بحضور أهالي شهداء ماسبيرو. ترأس القس يوحنا راعي الكنيسة القداس الإلهي على أرواح شهداء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، فيما توافد نشطاء والحقوقيون وممثلو الحركات القبطية على الكنيسة للمشاركة في القداس التذكاري. وصل صباح اليوم أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية إلى محافظة كفر الشيخ، والذين بلغ عددهم 160 حاج. الحجاج أبدوا رضاهم عن التسهيلات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمتمثلة في تنقلهم لأداء مناسك الحج وأماكن إقامتهم، بالإضافة لتلقيهم لخدمات طبية على درجة عالية. استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر 436 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك حسب ما ذكر التقرير الشهري لإدارة السياحة بديوان عام محافظة البحر الأحمر. أضاف التقرير أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وعددها 255 منتجع سياحي استقبلت خلال شهر سبتمبر الماضي هذا العدد من السائحين من مختلف الجنسيات، يتصدرها السائح الروسي يلي السائح الألماني.